وصفتنا لنهار اليوم فيها 3 بيض، قشور 2 حبتين ليمون، فيها ملعقة فانيلا، كاس زيت، كاس سكر. هاد السكر بنرمدو فيه الحلوى فيما بعد في الاخر تشوفوا. عندنا فرينة بنلمو العجينة و2 خمارة. نفوتوا لطريقة التحضير. راح نخلط البيض مليح مع قشور الليمون، من بعد نضيف له كاس سكر اللي شفتو معنا، يعني كاس سكر، ونواصل الخفض حتى يبيض الخليط مليح، ونذوب السكر ما تجيش تسودي في الباتر. نواصل الخفض، راح نضيف كاس زيت بالتدريج، كاس زيت، ونواصل الخلط، نواصل الخلط مليح. ونضيف 2 ملاعق 2 اكياس تاع خميره كيميائيه، يعني خميره الحلويات، ونلم العجينه. انا هنا الفرينه ما نجيش نقول لكم شعال، يعني اغلب الناس ما عندهمش ميزان، تحطي الفرينه حتى تتلم معاك العجينه مليح. العجينه لازم تكون طريه كيما لاباط سابلي. هاي العجينه اللي تحصلنا عليها في نهايه المطاف، يعني عجينه شابه بالبزاف منكهه بعطر الليمون. هنا نعمل كوره ونعمل حربوش، نغطس، نحط لا سيرفاس تاع الحلوى في السكر ونحطها في المول باش ندخلها طيب. ونحطها في المول، نحطها في الفرن في البلا اللي يدخل الفور. نعاود نديرو حبة أخرى بتشوفوها معايا مليح، يعني هنا آسفة راني نصور بيد ونخدم بيد، ما كانتش بنتي معايا باش تصور معايا، وحبيت نشارك معاكم الوصفة كيما راكم تشوفوا. هاي الحلوى جاهزه معايا هنايا في البلا باش ندخلها الطيب. هاي الحلوى جاهزه معنا في طبق التقديم، نتمنى انها تنال اعجابكم ورضاكم، نتمنى انكم تجربوها وتردوا لي الخبر. اللي اول مره، هاي اللي جات الحلوى كروكونت بالبزاف، اللي اول مره يشارك معايا في القناه ما عليه غير يفعل